يومكم زي الفل، جمهور برنامج فكرة وجمهور شاشة الصحة والجمال، وحشتوني جدا جدا، ما تأخرتش عليكم. جاية لكم النهاردة برضو كالعادة فقرات كتير جدا. طبعا مش برضو كالعادة مش بحب أنا أطول شوية في المقدمة علشان نلحق كده ندي للناس الوقت إن هي كل فقرة يعني تاخد وقتها وتقدم نفسها. بس في مثل كده بيقولوا لكم بقى عليه دايما، الراجل المصري الوصول ليه ايه؟ معدته. الوصول للراجل هو معدته، ودي حقيقة يا جماعة. عشان كده معانا النهاردة شيف متميزة جدا، وانا بصراحة دخلت قناة الطبخ بتاعتها، عجبني جدا الاكل بتاعها. يعني يا ريت، يعني انا بقولها تعالي علميني بصراحة. تسلم ايديها، هتعلمكم النهاردة طبعا طبخة كويسة جدا، او ايا كان يعني هي تعلمه لكم، نتعلم معاكم. تعرفي بنفسك يلا. انا اسمي سيمون جميل، عندي قناة طبخ اسمها قناة سوما، بس وعندي كمان جروب على الفيسبوك اسمه مطبخ سوما. طبعا حضرتك اليوتيوب بتاعك طبعا هيظهر عندهم، القناة بتاعتك. قولي لنا بقى هتقدم لنا ايه النهارده؟ النهارده هنعمل ورك رومي، وهنعمل تحتيه رز بسمتي بالمكسرات، بس وان شاء الله وصفة تكون سهلة وهتعجبكم. انتي متوترة على فكرة يا شيف. لا احنا عندنا طبخ وعندنا بوتاجاز. يلا ابتدي ورينا. طيب اول حاجة نقول المكونات. اتفضلي. هحتاج للتتبيله بتاعت الرومي، معايا هنا دبس رمان وعسل نحل وزيت ومستردة وملح وكوبايتين زبادي وبصل بودر وصلصه وكركم وفلفل اسود وبابريكا وثوم بودر وكاتشب. دول اللي هنتبل بيهم. هنجيب حاجه نتبل فيها. هو انتي بداتي الموضوع ده من امتى يا شيف؟ يعني من حوالي 3 سنين كده. انا كان عندي قناه قبل دي بس ما حصلش فيها نصيب، يعني القناه ما كملتش فوقفت يعني، فانا حابه الموضوع ففتحت واحده تانية. هو انت بتحبي الطبخ من زمان؟ يعني هو موضوع الطبخ ده اصلا والمطبخ وكده، يعني في ناس بتحب تدخل المطبخ وفي ستات ما بتحبش تدخل المطبخ. لا هو المطبخ سهل، بس هو انت طول ما بتعملي الحاجه بحب بتطلع معاكي كويسه. انا بحب المطبخ وبحب دي حقيقه فعلا. الست فعلا لما يعني تبقى زعلانه وداخله تعمل الاكله والله بتطلع شيء، لازم تعملي كويس. حاجه بنفسها، عارفه اللي هو انت عايز تاكل هاكلك، بس ايه انت ما تلومش غير نفسك. احنا هنا بنحط من كل حاجه معلقه كبيره. الزبادي على حسب حجم الورك، هو كل 2 كيلو بياخد كوبايه زبادي. عايزه بقى كده اسالك شويه اسئله وانت ايه بتعملي الاكل. انا يعني بصي رحت معاكي بعيد خالص. قولي لي بقى انت ليه قررتي تبقي شيف؟ عشان انا بحب المطبخ. لا ما هو سيبك من انت بتحبي المطبخ، يعني ايه اللي جه في دماغك ان انت تفتحي قناه؟ هو في الاول كنت فاتحاها علشان يعني مجرد ان انا عندي وقت فراغ وعايزه اعمل ايه بصراحه، ده كان في الاول. لكن بعد كده انا حبيت الموضوع جدا ولا يعني اللي هو بقى قدامي هدف وعايزه احققه. ده زيت صح؟ الزيت معلقتين كبار مش معلقه بس، ومستردة. بحب طعمها قوي. هي بتبقى حلوه قوي في التتبيلات. اخر حاجه بقى الصلصه. ايه المستردة تاني غير ال؟ هي اي حاجه هتدخل الفرن تتشوي تقدري تحطي فيها مستردة، لحمه فراخ اي حاجه كده. انا حطيت كل التوابل معايا والمستردة والكاتشب والصلصه والزبادي وكل اللي احنا قلناه والدبس رمان والعسل وكله. هنقلب بقى وهنبتدي نتبل الورك معانا. عايز اسالك سؤال، هو انت شويه يعني في شيف بتاخديه قدوه ليكي او بتحبي تتفرجي عليه يعني؟ في مين؟ انا بحب جدا الشيف نجلاء الشرشابي والشيف ساره عبد السلام. اهم حاجه بس الزبادي يدوب كويس في التوابل. بتحبي تبقي انت ممكن لو حد سابك تعملي 24 ساعه اكل عادي صح؟ ايه الطقوس اللي بتعمليها بقى لما تدخلي المطبخ؟ لا يعني وكل ست بقى ليها طقوس. هي مش حاجه معينه، بس انا ما بحبش يعني ما بحبش اطبخ بسرعه.
يعني لو هعمل اكل مستعجله لا ما بحبش اطبخ بسرعه، يعني بحب ادخل اعمل الاكل يبقى بمزاج بالراحه. بس هو يعني ساعات في ناس تضايق تقول لك انت بطيئه قوي، في ناس تقول لك انت ده انت بصي لهلوبه، ما اعرفش ليه هما بيحكموا في الموضوع ده على فكره على الست، مع انه هو مش كده. او ممكن واحده يعني تدخل المطبخ تبقى 3 ساعات بس تبقى يعني تطلع المهم الاكل النتيجه. صح ايوه بالظبط. لا او في راجل يقول لك انت بطيئه قوي، انت بطيئه قوي، انا بيتقالي الكلام ده. لا هو مش مشكله الوقت، المهم النتيجه. طبعا معانا بقى الصاج اللي هندخله فيه الفرن، وهحط ورق فويل من تحت وبعد كده ورق زبده. هو ده ورق، معلش قولي كده تاني يا شيف، ده ورق ايه؟ ده ورق فويل. ده ورق فويل؟ اه. وبعد كده هنحط الزبده. بيبقى حلو قوي ورق الزبده ده مع الحواوشي. صح بيخليه عريش كده. انا بحس ان في فرق بين ان انا ادخل حواوشي بورق زبده، وفي فرق تاني خالص ان انا ادخله يعني لوحده كده عشان ينشف في الفرن. ايوه هو بيبقى بيدي نتيجه كويسه جدا، وبيخلي الحاجه تستوي وتاخد لون وفي نفس الوقت ما تنشفش. طيب هنحط حاجه، اي فرشه، اي خضار للورك عشان ما يلزقش لان هو بيطول في الفرن. انا معايا كرفس، اي خضار انت عايزاه بس حاولي تنقي خضار يكون بيستحمل السوا شويه. وجزر وطماطم وبصل. قولي لي موقف طريف بقى يا شيف كده حصل لك في موضوع الاكل ده. من قريب كده حصل معايا موقف، كنت بعمل كريم كراميل، والكريم كراميل قعد 3 ساعات في الفرن وما استواش. رغم ان انا قبليها على طول كنت عامله صينيه تانية يعني قبلها، وعشان عجبتنا دخلت اعمل واحده تانية. طب الاولانيه استوت الثانيه ما استوتش. طب كويس ان جت معاكي على الكريم كراميل. انا اول الجواز خالص كنت بعمل بيتزا. والله بجد، والبيتزا دي قعدت كتير، فجوزي جاي عارفه ماسك البيتزا حاجه متجبسه والله بجد، عارفه كتير يقول لي هي البيتزا عامله كده ليه؟ حاجه عارفه حاجه غريبه، يقول لي بس انا جعان هاكلها، عارفه تخيلي حاجه قدامه متجبسه وهياكلها برضه. احنا هنا حطينا الورك فوق الخضار ونزلنا بقى بالتتبيله. انا مشققه الورك، وانا نسيت اقول لكم معلش، الورك ده بتجيبيه اول حاجه بيتحط بتتغسل ويتحط في ميه وملح وخل وليمون ليله كامله، وبعد كده بتشيليه من الميه دي تشطفيه وتحطيه في ميه بس لمده 2 3 ساعات، وبعد كده تبداي تتبليه. طبعا ده ما بيستويش بعد التتبيله على طول، ده لازم يقعد ليله كامله. ليله كامله. عشان كده انا عامله نسخه وجايباها معايا. طب يا شيف انت هتغدينا النهارده؟ طبعا. على فكره الكرو كله بره اصلا عايز يتغدى، انت كده بتجوعيهم حرام عليكي. لا بس كده. كان عمرك قد ايه بقى اول مره دخلتي المطبخ؟ هو انا من زمان يعني قوي، يعني من وانا في اعدادي كده كنت بقى بساعد ماما، يعني بعمل معاها كل حاجه وبس، يعني هي كانت تقول لي اعملي كده اعمل زي ما هي بتقول لي. احنا كده خلاص تبلناه، هنلف ورق الزبده عليه. اهم حاجه تحكميه كويس عشان مش عايزين يدخل له، مش عايزين يكون داخل له هواء، عشان يستوي كويس. انا عايزه اسالك على حاجه يا شيف، هو لما انا بعمل اي اكل عموما خضار ايا كان هو ايه، ايه الحاجه اللي ممكن اعملها عشان يعني يفضل لمده اطول يعني كويس في الثلاجه او حافظ على مدته مثلا اكتر؟ ما تسيبيش اكل في حلل. اول ما تسوي الاكل بتاعك واول ما يبرد على طول حطيه في علب حافظه للاكل. وما تسخنيهوش كله وتاخدي منه، يعني خذي على القد اللي انت عايزه تسخنيه وسخنيه، والباقي سيبيه في الثلاجه، لان الاكل لما بيتسخن كتير طعمه بيتغير وبيدوب خالص وما بيبقاش بالجوده اللي انت لسه طبخاه بيها. طيب ايه اكتر مده للاكل بعديها ايا كان، حتى لو هو شكله متحافظ عليه خلاص نعرف ان الاكل ممكن يكون بوظ؟ لا هو عامه يعني الاكل ما يقعدش اكتر من يومين في الثلاجه. يعني لو اكتر يعني من يومين خلاص كده الاكل. يعني هو حتى لو ما باظش هيبقى نشف مهما تسخني فيه، مش هيديكي نفس الطعم. وبرده مش كل الاكلات، يعني في اكلات عادي ممكن تقعد، في اكلات لا، مش كل الاكل زي بعضه. تمام.
كده احنا خلصنا الورك ده، كده هيخش الفرن. طبعا بيقعد ليله كامله وبعد كده بتدخليه الفرن. الكيلو بيقعد ساعه. ثواني، احنا بنتبلها كده زي ما انت قلتي كده، وبقفل عليه وبسيبه بقى كده ليله كامله؟ اه في التلاجه اهم حاجه. لان انت لو سويتيه كده مش هيطلع، مش متبل يعني، اللحم بتاعه مش هيكون ليه طعم. طيب. فتسيبيه كده ليله كامله وبعد كده بندخله الفرن. كل كيلو بياخد ساعه سوا. بعد بتسيبيه ساعتين متغطي بالورق، وبعد ما ساعتين تخلص بتشيلي الورق ده وتسيبيه بقى علشان يكمل سواه وياخد الوش اللون الجميل الاحمر من فوق. طيب. بس احنا كده خلصنا الرومي. طيب هنعمل دقيق الرز. اه هنعمل الرز البسمتي صح؟ اه احنا هننزل الحاجات دي. انا عايزه اقول لك ان في ناس تعمل الرز البسمتي ده جميل جميل زي بتوع الخليج، مع ان انا يعني كنت في الخليج بس ما بعرفش بصراحه اطلعه حلو قوي كده. لا هو الرز سهل جدا، هو ليه خطوات كتير. بس هو الصفار اللي هو الصفار، يعني انت جايبه كركم صح؟ اه بس الصفار اللي هو الصفار ده انا مش بعرف اوصل له. بصي هو الافضل تحطي له الزعفران، بس طبعا الزعفران مش متناول للجميع لان هو اسعاره فلكيه. فده البديل بتاعه وبيدي نتيجه حلوه جدا. معانا حله. اول حاجه هحط هنحط الزبده. ثواني بس. هي الناس اللي بتتدرب على الاكل دي ولا بتروح؟ الناس اللي بتتدرب على موضوع الاكل دي عند حد وبتاخد كورسات وبتاع، ايه ايه رايك؟ يعني انت والله هو يعني انت مش محتاج يعني انت حد جه قال لك؟ هو مش محتاج، بس برضه في ناس بتروح تاخد على فكره بجد قبل الجواز كورسات اكل. تمام كويس. انت لو حابه ان انت عايزه تبقي احسن في موضوع الاكل والطبخ، طبعا ده دي حاجه كويسه. طب والناس اللي ما بتحبش تعمل اكل يا شيف تعمل ايه؟ لا هو دي بقى انا دول بقى انا اقول لهم لا ادخلوا واستمتعوا بالمطبخ. المطبخ يعني مشكله ان المطبخ ده عايز بجد روقان ووقت وبال هادي بجد، يعني ما اعرفش الواحد يجيبهم منين. هو اه بس برضو يعني هو في البدايه، بعد كده خلاص انت بتكوني اتعودتي. بصي احنا دلوقتي حطينا الزبده وحطينا عليها معلقه زيت عشان الزبده ما تتحرقش. الزبده جميله جميله عشان الزبده ما تتحرقش. وعلى طول هحط الميه السخنه. جاهزه الميه السخنه يا جماعه؟ الميه السخنه احنا قلنا عايزين ميه سخنه بجد. وهحط طيب. الزبده. طيب هو لازم حالا نطلع فاصل و خلاص ماشي. طب خلاص معلش هنطلع فاصل يا جماعه وهنرجع تاني.